جاهزين؟ يلا نبلش. تتوقعون البيئة والأهل والظروف اللي مر فيها البني آدم أو سوء معاملة الأهل ممكن هالأشياء تخلي البني آدم يصير مجرم؟ إحنا ما ننكر أن الظروف والبيئة والحياة اللي يعيشها البني آدم لها إيد بالموضوع، لكن بعد ما الواحد يكبر ويصير عنده عقل وفاهم هني أتوقع ممكن أنه يراجع نفسه، ممكن أنه يفكر، ممكن أنه يستخدم مخه، فيصير هني من الصعب أن إحنا نقط اللوم كله على الظروف أو أن إحنا نقط اللوم كله على التربية أو على سوء المعاملة. يا مناس انولدوا ببيئة معفنة واطلعوا منها أبطال، اطلعوا منها مثقفين، اطلعوا منها فاهمين. يعني ما أدري، أنا أحس إن الوضع صعب، بس أنتوا شو رأيكم؟ لكن قبل لا تقولوا لي رأيكم، أول شيء لنشرب قليلاً من الماء المنعش علشان نقدر نتفاهم ويا بعض. الحمد لله يسرسح ونبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اللي بقولها لكم اليوم وايد طلبوها مني واتوقع هي ترند هالأيام، فبدون لا أطول عليكم بالمقدمة تعالوا معايا الحين خلينا نشوف الصار بقصتنا. قصتنا صارت بسنة 2024، وين صارت يا فارس؟ صارت بجمهورية مصر العربية الحبيبة. بسنة 1986 كان في واحد اسمه سليم، مصري الجنسية، طلع من جمهورية مصر وانتقل للولايات المتحدة الأمريكية. راح عاش هناك، هاجر، سافر هو وزوجته علشان يعيشون هناك. وبسنة 1987 زوجته جابت له ولد وسموه كريم، وبعدها بكم سنة جابت له ولد ثاني، والولد الثاني سموه نيبال. فكريم وأخوه نيبال لأنهم انولدوا بأمريكا أحصلوا على الجنسية الأمريكية وعاشوا هناك بأمريكا كم سنة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بعد ما سليم وزوجته يابوا كريم ونيبال بعدها بكم سنة انفصلوا عن بعض، فسليم قرر يتزوج مرة ثانية. أما والدة كريم ونيبال رجعت مصر وتزوجت هناك وخذت معاها عيالها الاثنين اللي هما منو؟ اللي هما كريم ونيبال. وبعد كم سنة من رجعت كريم مصر قرر أنه يرجع أمريكا علشان يكمل دراسته، وهم لحق أخوه نيبال. رجعوا هما الاثنين أمريكا، لكن أول ما رجع كريم أمريكا على أساس أنه يعني يكمل دراسته هناك طاح بتعاطي المخدرات وخصوصا مادة الشبو، الشبو اللي ذابح الشباب هالأيام. وبيوم من الأيام وهو هناك بأمريكا استدرج بنت واغتصبها، وهالبنت قدمت في شكوى بمركز الشرطة، قدمت بكريم شكوى هناك عندهم مركز الشرطة. لكن على ما دوروا كريم واستدعوا علشان يحققوا معاه، كريم انحاش من الولايات المتحدة الأمريكية ورجع مصر مرة ثانية. رجع هناك مصر وعاش مع والدته، قال بقعد عندها لغاية ما ألاقي لي على شغل. وبعد كم سنة أخيرا كريم لقى له وظيفة واشتغل كمعلم للغة الإنجليزية بمدرسة ثنائية اللغة، مدرسة خاصة. بأول أيام بالبداية كان ملتزم بشغله، حاب مهنته، وكان شخص ماشي سيده من الدوام للبيت، من البيت للدوام. على قولتهم كان يؤدي وظيفته على أكمل وجه. وهناك بهالمدرسة التقى بمعلمة اسمها لبنى، هي بالأصل مصرية بس عندها جنسية إيرلندية. تعرفوا على بعض، حبوا بعض، وقرروا أنهم يتزوجون. حلو الكلام؟ طبعا حلو الكلام. وفعلا تم الزواج. تقريبا بسنة 2012 لبنى وكريم تزوجوا، ولبنى كانت طايرة بكريم مستانسة، كانت تقول أخيرا ربي عوضني بإنسان زين. وبعد فترة قصيرة من زواجهم جابت لولد وسموه زين، وكانت الأمور بينهم طيبة. فارس لما يقول لكم كانت الأمور طيبة، انتظر المصيبة، انطر شنو جايك. بعد ما جابت ولدها زين هني كريم تغير حاله، صار سيء بمعاملته معاها، تغير عليها، كله يتخانقون مع بعض، دائما بينهم مشاكل. وبالبداية لبنى ما كانت عارفة السبب، مو عارفة ليش كريم تغير، لغاية ما اكتشفت بيوم من الأيام أن كريم قاعد يتعاطى المخدرات. معناته كريم رجع حق عادته القديمة، ويقولون حليمة رجعت لعادتها القديمة، هذا كريم رجع حق عادته القديمة، رجع يتعاطى المخدرات. وحياتك زينة، مدرس وعندك مرة إيرلندية، ايش تبي بعد؟ صدق الريايل ما يترس عنكم إلا التراب، حتى التراب ما يترسها. الريايل كلهم عصبوا. خلك أكمل. ممكن يعني؟ خلاص اهدوا، أنتوا أحسن ناس. وهم اكتشفت بيوم من الأيام أول ما دخلت غرفتها، اكتشفت إن كريم حاط لها كاميرا بالغرفة، حاط كاميرا بغرفته، استديو بهوليوود، ليش حاط كاميرا بالغرفة؟ حمار أنت. والكاميرا كانت موجهة على السرير، أتوقع عرفتوا ليش. وبعد ما شافت الكاميرا راحت وتخانقت مع كريم، وهني عرفت إن كريم كان يصور كل شيء يصير بينهم بغرفة النوم. ما يحتاج أفسر ولا أقول
بقول لكم شيء أتوقع عرفته. المسكينة حاولت أنها تعدل الوضع، حاولت أنها تتقبل، وقالت بعطيه فرصة وأنسى اللي سواه. لكن كريم يوم عن يوم يصير أسوأ، لغاية ما وصل فيه إنه بسبة المخدرات واللي قاعد يتعاطى انفصل من شغله بسبة تعاطي المخدرات، خرب حياته كلها. وهم المرة صبرت، قالت زوجي وبوقف معه. كريم عنده خبرة بالتاتو، فقالت راح أساعده إنه يفتح محل تاتو، يسوي تاتو حق الناس. فوافق كريم، قال لها أوكي راح نفتح محل التاتو. بدال ما اشتغل مدرس وكان شغله الزينة، راح وفتح محل تاتو. وطبعا بعد كم شهر فشل المشروع وسكر المحل، يعني ما فلح لا بالتعليم ولا بالتاتو. هني زادت الخلافات بينهم، صارت المشاكل بينهم أكثر. فقررت لبنى إنها تدخل أصدقاء كريم بالموضوع. كان عنده أصدقاء اثنين وايد قراب منه، الأنتيم ملوته، كانوا دائما يولا ويقعدون عنده بالبيت، ولبنى تعتبرهم مثل إخوانه. فاتصلت بواحد فيهم وقالت له الموضوع، قالت له كل اللي صار معاه. فراح وكلم كريم، لكن كريم قال له أنت مالك شغل، أطلع من الموضوع لا تتدخل. وهني زاد الخلاف أكثر وأكثر بين لبنى وكريم. هني لبنى زهقت، ما تحملت، خلاص صبرت عليه وايد، فراحت وطلبت الطلاق من كريم. وعبالكم كريم طلقها؟ قال خلاص هالبنت هذه أنا عذبتها وأذيتها وايد، خلاص أهدها. لا يا حبيبي، كريم ما سوى كذي. كريم راح النيابة العامة ورفع على لبنى قضية زنا، قال إن لبنى قاعدة تخونه وفي علاقة غير شرعية بينها وبين واحد، واستخدم المقاطع اللي هو مصورها لها بغرفة النوم. لما حط لها الكاميرا بغرفتهم أخذ بعض المقاطع وركبهم ووداهم مع النيابة علشان يتهمها بالزنا. هني لبنى خافت فقررت إنها تنحاش، وطبعا تأخذ معها ولدها زين. لكن كريم هم سوى، خلى أبوه يتدخل بالموضوع، خلى أبوه يكلم لبنى ويقول لها إن كريم يبي يشوف ولده زين، وثاني يوم راح يرجع لك الموضوع عندي. فهني لبنى وافقت، وريال كبير يا يمكلمني ووعدني إنه يرجع الولد، فعطتهم زين. لكن كريم أخذ زين منها وما رجعها مرة ثانية، خلاه عنده. ولبنى منحاشة، ما تبي النيابة يصيدونها، وحاولت أكثر من مرة تتواصل مع كريم وتقول له رجع الولد، لكن كريم كان يرفض. فتواصلت مع والد كريم، لكن والد كريم قال لها أن كريم هو اللي ماخذه، أنا مالي شغل، هو المفروض يرجعه، وكريم أصلا ما يسمع كلامي ومو راضي يرجع الولد، خلاص تصرف أنت وياه. فالمرة ما تدري إيش تسوي، متهمها بالزنا ومنحاشة وما تبي تدخل السجن، فاضطرت أنها تظل مختفية لغاية ما تخلص من القضية. القضية اللي رفعها كريم ضدها، قالت خلا ظل من خشة بدال لا قاعد بالسجن لغاية ما يطلع الحكم. وأخيرا بعد كم سنة طلع حكم المحكمة، والحكم كان براءة لبنى، لبنى بريئة من قضية الزنا، والقضية طلعت باطلة. وبسنة 2019 أخيرا انفصلت عن كريم. هني لبنى بعد ما طلعت براءتها قررت أنها ترفع قضية على كريم، قررت أنها ترفع دعوة حضانة علشان تأخذ ولدها. وكريم لما نعرف بهالسالفة دز لها أشخاص علشان يقتلونها، ما أدري وين قاعدين، في الأمريكية. لكن لبنى قدرت أنها تنحاش منهم، وقررت أنها تسجل محضر بقسم الشرطة، وغيرت سكنها وسكنت بمنطقة آمنة، وظلت قاعدة بهالمنطقة لغاية ما لعت شبلها، يعني خلاص أنا كنت منحاشة من الشرطة والحين منحاشة من كريم، شو العيشة هذه؟ فقررت أنها تروح عند والدتها بأيرلندا، وخلت ولدها زين عند كريم لغاية ما يطلع حكم المحكمة بقضيتها، قضية الحضانة. هني بهالوقت زين صار عمره 7 سنوات، يعني زين كبر. وكريم قاعد بينه وبين نفسه، قال لي متى وانا كذي؟ ليه متى وانا اخذ مصروف من امي؟ واذا احتجت فلوس اكثر قاعد اخذ من ابوي، ليه متى انا كذي؟ فقرر انه يفتح له صفحه على التيك توك ويقدم فيها دروس بالانجليزي، يفتح بثوث يعطي دروس بالانجليزي. وبحكم انه هو كان مدرس انجليزي يعني، قال خل ابطل لي صفحه على التيك توك واعلم الناس. وفعلا كان ينزل دروس بالانجليزي على صفحته ويفتح بثوث يعلم فيها الناس، وهم كان يسوي كذي فقرات كوميديه ويعطي نصايح. هذا انا بس انا ما درس انجليزي، لا مالي شغل. واستمر على هالحال لغاية ما وصلت صفحتها لأكثر من 500,000 متابع. هني بعد ما وصل هالرقم قام يلا دخل من التيك توك، وصار يعني تقريبا مشهور، تقريبا فوق 600,000 متابع، يعني تقريبا صار مشهور. وكل هذا من وراء المحتوى اللي كان يقدمه. فبعد ما جمع له مبلغ كذي حلو بهالفترة، كان هو بالاسكندرية، طلع من الاسكندرية وقرر انه يتوجه للتجمع الخامس بالقاهرة، وهناك خذ له شقة وصمم له فيها غرفة حق محتوى حق البوستات اللي هو ينزلها وبثوثه. ففعلا خذ الشقة وصممها على مزاجه، وسوى بالشقة غرفة فيها عازل صوت، يعني أي شيء يصير داخل هالغرفة مستحيل أي أحد برا يسمعه. وفعلا بعد ما خلص وجهز شقته راح وسكن فيها هو ولده زين، وقال حق ولده زين واللي بهالوقت صار عمره 10 سنوات، قال له زين حبيبي تعال بقول لك شيء، ترى أمك توفت. إيه أمك توفت وخلاص أنت بتعيش معي وما عندك غيري ولا أنا عندي غيرك، أوكي بابا؟ قال للولد أوكي. شي يقول بعد؟ ياهل عمره 10 سنوات.
الصوت. فقعد بشقته الجديدة وحياته كانت طبيعية، ولما شاف ان عدد المتابعين عنده بدأ يزيد قرر انه يختار له طريق ثاني. شنو الطريق الثاني يا فارس؟ انا الحين اقول لكم اوسخ طريق ممكن للانسان ياخذه. قرر انه يستدرج البنات معاه للشقة، وهناك بشقته يمارس معاهم الجنس. بالبداية كانت هذه هي طريقته، يجيب البنت ياخذ منها اللي يبيه ويتركها. في وايد بنات الله يهداهم من يشوفون شخص مشهور ينعجبون فيه ويصدقونه وبسرعة يروحون معه على اساس انه مشهور وطيب وزين، وهو يطلع اسوأ شخص بالعالم. فهو استغل هالموضوع هذا. بالبداية استدرج اكثر من بنت وسوى معاهم هالشيء. بعدها حط كاميرا بغرفة النوم وبدأ يصورهم. كان يصورهم مو علشان يبتزهم او علشان ياخذ منهم فلوس، لا لا، كريم هذا كان عنده حساب على الدارك ويب اللي هو الانترنت المظلم اللي فيه مواقع تشوفون فيها العجب، قتل وسلاح ومخدرات واشياء ما تنقال. هو كان عنده حساب بالدارك ويب، فكان ينشر هالصور والمقاطع اللي صورهم حق هالبنات بالانترنت المظلم او الدارك ويب وياخذ من وراهم فلوس. بعد فتره مل من هالوضع، حب انه يتطور. البني ادم ما يصير يضل كذي على حاله، لازم يطور من نفسه. هالمره هذه قام يستدرج البنات ويخليهم يتعاطون المخدرات، بعدها يمارس معاهم الجنس بطريقه شاذه وساديه، بطريقه وسخه. وهم بعد فتره مل من هالموضوع وحب يطور اكثر. يعني ما يصير كل مره اسوي نفس الشيء، لازم اغير شوي. صدق حمار. هالمره قرر انه ياخذ طريق ثاني. بنص سنه 2023 تعرف كريم على مره عمرها باواخر الاربعينات، وهالمره هذه اسمها حنان. وحنان هذه كانت من هذيل اللي يبون بنات حق الريايل وتاخذ فلوس. ماني قايل الاسم، اتوقع تعرفونه. هذه اللي تجيب بنات حق الريايل وتقبض، اتوقع وصلت. حنان هذه كانت شغلتها. فقال لها كريم انت كل ما تجيبي لي بنت راح اعطيك فلوس، بس على شرط ان تكون البنت صغيرة وضعيفة ويفضل ما يكون عندها أهل. كان هدفها من هالطلبات إنه ما يطيح بأي مشكلة. فبدت حنان تجيب للبنات على الطلب نفس ما هو يبي تجيب له. لغاية ما بيوم من الأيام قررت حنان إنها تجيب له بنتها شهد. حنان هذه كان عندها بنت اسمها شهد، جابتها حق كريم وقالت حق كريم لا تأذيها، خلص شغلك معاها سوي اللي تبيه وبعدها رجع لي إياها صاحية ونعم الأم، أنت أم تبن. وفعلا كريم وفى بوعده، رجع لها البنت سليمة. لكن صارت لهم مشكلة. بيوم من الأيام شهد حملت وبطنها كبر، فخذتها حنان والدتها وطيحت الجنين. وهالكلام هذا كان بشهر نوفمبر سنة 2023. حلو الكلام؟ حلو الكلام. فبعد ما خلصوا من هالمشكلة رجعت حنان حق كريم مرة ثانية وقالت له تعال كريم لقيت لك بنت عمرها بنهاية العشرينات والبنت حلوة. فعلى طول وافق كريم وعطاها الفلوس ويات البنت لبيت كريم. وقبل لا توصل البنت كريم عطى زين ولده منوم وخلاه ينام، وبعدها ياب المخدرات وحطهم بالصالة وبدأ يتعاطى لغاية ما وصلت البنت وخلاها تتعاطى معه. هني البنت بدأت تدوخ، بدأت تغيب عن الوعي، فهم ياب دواء مخدر وعطاها المخدر يبيها تنتهي. بعدها خذاها معاه للغرفة لغرفة النوم، وهناك مارس معاها الجنس وطقها ضربها، وبعدها ياب حزام وحطها على رقبتها وخنقها لغاية ما ماتت. عبالكم خلص الحيوان صح؟ لا ما خلص، صدقوني ما خلص. بعد ما ماتت البنت رجع ومارس معاها الجنس مرة ثانية وهي ميتة التبن. بعدها ترك سائل المنوي على وجهها وحط كيس على وجهها وسكره. بتقولوا لي فارس ليش هالتفصيلة؟ راح أقول لكم نطروا، راح تعرفون بعدين ليه قدام. بعد ما ماتت البنت وخلص شغلة نطر كم ساعة لين صح، فخذ جثتها وحطها بجنطة، بعدها حطها بسيارته وخذاها لطريق الإسماعيلية الصحراوي، وهناك رمى جثتها ورجع مرة ثانية شقته ولا كنا في شيء صاير ولا كنا مرتكب جريمة قتل. رجع شقته فتح اللابتوب ونزل المقاطع اللي صورها حق هالبنت بالدارك ويب أو الانترنت المظلم. بعد يوم تقريبا من هالجريمة تم العثور على جثة البنت، ودوها للطب الشرعي، وكانت كل العلامات اللي على الجثة تدل انها تعرضت لاغتصاب جماعي، ان في اكثر من شخص مغتصبها، لانه مستحيل شخص واحد بس سوى فيها كل هالاشياء. وهم اثبت الطب الشرعي ان في بجسمها مواد مخدرة، وهم لقوا مادة ثانية تزيد تفاعل المواد المخدرة بجسمها. فتم التحفظ على هالتقرير لغاية ما تصير اي مستجدات بهالقضية. وبداية شهر ابريل سنة 2024 تعرف كريم على بنت عن طريق حنان اللي تجيب للبنات، وسوى فيها نفس ما سوى بالضحية الأولى، لكن هالمرة خذ جثتها للتجمع الأول وهناك قط جثتها بالطريق ورجع مرة ثانية شقتها ونشر مقاطعها طبعا على الدارك ويب. كانت جثة الضحية الأولى وجثة الضحية الثانية تقريبا متشابهين. متشابهين بشنو يا فارس؟ متشابهين بأشكال
قتالهم؟ لا طبعا، متشابهين بطريقة القتل وطريقة التعذيب ونفس المواد المخدرة بأجسامهم، لكن الشرطة ما ربطوا القضيتين ببعض لأن كان في فترة زمنية بينهم. للحين ما استوعبوا أنه نفس القاتل. وبعد شهر من ارتكاب كريم جريمته الثانية راح واتصل بحنان وقال لها أبي بعد بنت. فقالت له حنان أوكي أنا عندي لك خوش بنت، ويابت له واحدة اسمها رحمة. رحمة هذه طالبة جامعية وهي صديقة شهد بنت حنان، ووالدة رحمة صديقة حنان بعد، يعني الأمهات أصدقاء والبنات هم أصدقاء يعرفون بعض. فقعدت معاها وقالت لها في شخص مشهور راح يقعد معك ويعطيك الفلوس اللي انت تبينها، سوي له اللي يبي وهو بيعطيك الفلوس اللي انت تطلبينها. فوافقت رحمة انها تروح له. فاتصلت حنان بكريم وعطتها رقم رحمة علشان يكلمها، وفعلا تواصل معاها كريم، كريم تواصل مع رحمة، واتفقوا انهم يلتقون. وبشهر 5 شهر مايو سنة 2024 راح كريم مثل كل مرة كالعادة وعطى زين منوم. والله مسكين هالزين هذا، والله كسر خاطري، الله يعينك على ابوك، الله يفكك منه اصلا. راح كريم وعطى زين منوم ووصلت رحمة وقعده يتعاطى المخدرات واقنعها انها تتعاطى معه. هني خلاص رحمة بدأت تدوخ، فراح ياب المادة المخدرة وعطاها حق رحمة لغاية ما اغمى عليها خلاص راحت. فشالها وداها للغرفة وهناك مارس معاها الجنس وعذبها وطقها، وبعدها ياب سلاسل قام يربطها بالسلاسل ويطقها، وكالعادة بالنهاية خنقها لغاية ما ماتت. وبعدها مارس الجنس معاها مرة ثانية، ومثل ما سوى باللي قبلها حط جثتها بجنطة ووداها لطريق محور 30 يونيو اللي موجود بجنوب بورسعيد. هناك نزل الجثة من السيارة وعلى طول انحاش، لكن هالمرة ملابسه كان فيها دم. ملابس اللي هو رايح فيها علشان يقط الجثة ويتخلص منها كان فيها دم. فبعد كيلوين من مكان الجثة قرر انه يوقف هناك، غير ملابسه، قط الملابس اللي فيها دم وكمل طريقه. وثاني يوم من جريمته كان في سيارة مرة بهالطريق، وانتبه سايق السيارة انه في جنطة بالشارع. فوقف الريال ونزل من سيارته، واول ما وصل عند الجنطة شم ريحة خايسة، واول ما فتحها انصدم بجثة بنت. فعلى طول مسك التلفون واتصل بالشرطة، واول ما وصلوا رجال الشرطة والأدلة الجنائية انصدموا بحالة الجثة. كان فيها جروح وآثار تعذيب، والرأس مغطى بكيس بلاستيك، ولما شالوا عنها كيس البلاستيك لقوا السائل المنوي مال كريم. فخذوا بصماتها وصوروا موقع الحادث، وبعد ما خذوا بصماتها تعرفوا عليها. هني طلبوا الطب الشرعي علشان يكملون فحص الجثة. طبعا وكل هذا كان قاعد يصير، هم رحمة طول الوقت كانت قاعد تدور على بنتها. فاتصلت بحنان وقالت لها بنتي للحين ما رجعت، من أمس طالعة. فعلى طول حنان اتصلت بكريم وقالت له وين البنت. فقال لها كريم أنا أمس كنت متعاطي وما أتذكرش اللي صار، جاية تسأليني على البنت ما أدري وينها. هني بهالوقت الأدلة الجنائية وهم كانوا قاعدين يدورون بالجنطة اللي فيها جثة رحمة لقوا تلفونها معاها. كريم نسى ياخذ التلفون منها، ظهر كان متعاطي، وضعه ما كان طبيعي، ما كان يفكر، فنسى ياخذ منها التلفون، وكنا رب العالمين يبي يكشفه. فودوا تلفون رحمة للمختبر وفحصوه، فتبين ان في اكثر من اتصال بينها وبين كريم. فعلى طول كريم صار مشتبه فيه. وبعد ما دوروا رجال مباحث اكثر، دوروا حوالين موقع الجثة، وهناك لقوا ملابس كريم اللي فيها دم اللي غيرهم. وبعد ما شافوا كاميرات المراقبة شافوا سيارة كريم مارة بهالشكل شارع. فعلى طول الشرطة قالوا خلاص كل شيء قاعد يدل على كريم. فعلى طول راحت فرقة أمنية لشقة كريم وداهموا الشقة وتم إلقاء القبض عليه. فعلى طول صادروا تلفوناته، والأخ كان عنده أكثر من تلفون، وهم خذوا اللابتوب ماله. وبعد تفتيش شقته لقوا عنده مواد مخدرة، ولقوا عنده تلفونات، مو تلفوناته غير تلفونات اللي عنده، لقوا تلفونات ثانية ما يدرون منو أصحابها. فعلى طول ركبوا البوكس وودوا النيابة. هناك لما دوروا بتلفون كريم لقوا عنده مقاطع فيديو حق بنات قبل لا يرتكب فيهم الجرائم وبعد ارتكابه للجرائم، ولقوا عنده أكثر من 80 مقطع، من ضمنهم مقاطع جنسية وهو مع بنات، ومقاطع سادية، ومقاطع أثناء ارتكابه للجرائم. ولما نواجهه بصور رحمة على طول اعترف أنه هو اللي قتلها. هني طلع تقرير الطب الشرعي أن تشخيص جثة رحمة وكل شيء لقوه عليها، كيس البلاستيك، السائل المنوي، كل شيء لقوه، تقرير جثة رحمة كان مطابق حق جثة لقوها من قبل، جثة
قديمة، فحققوا مع كريم مرة ثانية واسألوه عن الجثة الثانية، فقال لهم إن الشهر اللي طاف هم كان مرتكب جريمة، وهم كان مرتكب جريمة السنة اللي طافت، يعني صاروا 3 جرائم. وفعلا لما رجعت النيابة حق سجلات الجرائم اللي صارت بالسنة اللي طافت بسنة 2023 وطلعوا تقرير الطب الشرعي، لقوا إن تقرير الطب الشرعي حق 3 ضحايا متطابق 100%. فاعترف أخيرا أنه ارتكب 3 جرائم، ويمكن يكون في ضحايا وهو مو متذكرهم. هني طلب منه وكيل النيابة أنه يمثل الجرائم اللي سواهم، فراحوا لشقته بالتجمع الخامس، وأثناء تمثيل الجريمة قدر أنه ينحاش منهم. صج حيوان هذا، مرتكب 3 جرائم وتنحاش بعد، خبل أنت. لكن بعد 4 ساعات تم إلقاء القبض عليه، ولقوه بمدينة عين شمس. فأمر وكيل النيابة بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق. بهالفترة كانوا قاعدين يحققون معه، ولما سألوه أنت شلون قدرت تجيب هالبنات لبيتك، قال كنت أستدرجهم عن طريق حسابي بالتيك توك. وهم سألوه ليش ارتكبت هالجرائم، فقال أنا أبي أنتقم من كل الحريم، سبة اللي سوته فيني طليقتي، أنا بنتقم من البنات أو الحريم بسبة هذه، سبة طليقتي، ليش تسوي فيني كذي؟ حمار أنت. هني سأله وكيل النيابة، قال أنت شلون قدرت تقتل البنات وتمارس معاهم الجنس بعد ما يموتون؟ شلون لك نفس؟ فقال أنا كنت أطالع الأفلام الإباحية، وكنت أحب أشوف الأفلام السادية، كنت أستمتع فيهم، فقمت أطبق هالشيء على البنات، وأنا أحب أسمع أصراخهم وأحب أشوفهم يتألمون. نشوفك إن شاء الله تتألم بنار جهنم. وبعد ما دوروا بتلفونه أكثر وباللابتوب اللي عنده، تم اكتشاف إنه هو كان ينشر هالأشياء على الدارك ويب. وبعد كم يوم من التحقيق معه، اعترف إنه هو عنده شريكة، وهالشريكة جابت لبنتها، وإن اسمها حنان، وإن الضحية الأخيرة اللي هي رحمة كانت عن طريق حنان. فعلى طول النيابة وصلت حق حنان، وتم التحقيق معها، واعترفت إنها جابت له بالبداية بنتها شهد، وحملت منه وتم إجهاض الجنين، وبعدها قامت تجيب له بنات ثانيين، لكن ما كانت تدري إنه هو بيقتلهم. ولما لاحظت إن رحمة اختفت، اتصلت فيه وسألت عنها، لكنه قال لها إني أنا متعاطي وما أتذكر. وقعد طول الوقت يقول بالنيابة إن طليقته إيه سبب كل جرائمه، إيه السبب فيهم، وإيه اللي سوته سفاح، وإنه هو كان يمارس الجنس مع الضحايا بعد موتهم لأنه يبي ينتقم منها. راح قط البلاوي كله على طليقته، وقال إن بسببها صار مريض نفسي، واتضح إنه هو يعاني من اضطراب جنسي، وإنه شخص سايكوباثي ويحب السادية. فتم حبس حنان وحبس كريم، وناطرين إنهم يحولونهم المحكمة علشان نعرف عقوبتهم شنو بتكون. وبما أن كريم عنده جنسية أمريكية، حاولت السفارة الأمريكية بصفة غير رسمية أنها تتدخل بالموضوع، لكن النيابة ما عطوهم أي معلومات عن الجريمة. والأخبار حاليا تقول إن في احتمال إن يكون في بعض ضحية رابعة، ضحية أو بنت مقتولة للحين ما حد قدر يتوصل لها، لكن قدروا يوصلون حق بنت تعتبر ضحية ناجية، ضحية قدرت تنحاش منه. وهالبنت اسمها هايدي، قعدت معها تقريبا 8 ساعات، لكن صار لها شيء وطلعت من عنده، فطلب منها انها تزوره مرة ثانية، لكن هايدي ما رجعت. وبعد ما انتشرت الأخبار والكل قام يسولف عن سفاح التجمع، قالت لها صديقتها ان في سفاح يقتل بنات بالتجمع الخامس، وقالت لها هذه صورته شوفي، هذا سفاح منتشر أخباره. وأول ما هايدي شافت الصورة انصدمت، قالت هذا اللي أنا رحت له، هذا أنا لو رحت له مرة ثانية كان صرت ضحيته الرابعة، ما تدرين يمكن تلولة، دير بالك، دير بالكم يا جماعة، لا تنبهرون بالناس، لا تقولون هذا مشهور هذا معروف، تعطونه أكبر من حجمه تنبهرون فيهم. ترى الكلام اللي يقولونه بالسوشيال ميديا مدتها دقيقة أو دقيقتين، لكن في 24 ساعة عايشها بيومه، أنت ما تدرين إيش قاعد يسوي. لا تثقون بأي أحد، مليون مرة قلنا في بعض المشاهير يستغلون شهرتهم بأشياء غير أخلاقية، بأشياء تلوع الكبد. يعني المشاهير حالهم حال البشر، في الزين وفي الشين، في الضابط وفي المجرم، في الدكتور وفي المريض النفسي. فأنتوا لا تنبهرون بهالصفحات وهالملايين من المتابعين والشخصية اللي من وراء الكاميرا، شنو قاعد أخرب على نفسي؟ لا لا، حتى لو أنا ما حد فينا معصوم عن الغلط، وما حد فينا يفتح الكاميرا ويطلع بشخصيته 100%. حطوا هذه ببالكم، لا تغركم المظاهر ولا تنبهرون بالشهرة، ترى ما حالهم حالكم، شي يفرق عنكم يعني؟ لا والله أنتوا أحسن منهم مليون مرة. فكل اللي أبي منكم ديروا بالكم على نفسكم، ولا تقطون روحكم بأي مكان، ترى أنتوا وايد غاليين، والله العظيم وايد غاليين. زيني باي زيني. للأسف أنا ما كان ودي أتكلم قضية كريم، لأن الليل حين الموضوع ما اكتمل. أنا بالعادة ما أتكلم عن القصة إلا لما يطلع حكم المحكمة، بس شو أسوي فيكم، أنتوا تبوني أتكلم، فرحنا يبنى مصادر من مصر علشان نعطيكم هالقصة اللي مختلفة عن أغلب الناس اللي قالوها بالسوشيال ميديا. وايد ناس قالوها، لكن أنا متأكد أن المعلومات اللي قلتها لكم أول مرة تسمعونها، أو بعضها أول مرة تسمعونها، اضطريت إني أقولها لكم. ما يخالف، القضية مو كاملة، إحنا عارفين الحكم شنو بيكون، لكن إن شاء الله إذا طلعت القصة كاملة مع الحكم
الحكم، من يطلع الحكم ويتنفذ الحكم إن شاء الله راح أقولها لكم وتكون كاملة بالقناة. بس الحين قلتها لكم علشان أرضيكم، علشان تفكوني من حنتكم. أحلى حنة بالدنيا، أحبكم. هيا بنا لنشرب قليلا من الماء المنعش ونبقى. يلا عاد فارس فكنا. لين وصلنا حق نهاية قصتنا، أتمنى أني قدمتها لكم بطريقة عجبتكم. إذا كنت أول مرة تشوف لا تنسى اشتراك بالقناة. إذا كنتم ربع حبايبي القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء أول بأول. وبالنهاية أقول لكم أحبكم وايد وايد وايد. يعطيكم الصحة والعافية. كان معكم أخوكم فارس عاشور. مع السلامة. أعطوني لما بالماء المنعش. يلا سريعة.